السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجور في 31 مايو 2021، موافق 18 شعبان 1442 هجري. دولة عبد الرحمن أحمد أجكدي هذا لكي أقول إن أنا قرأ كزاين يعني. الحقيقة إعلامي كردو بيلعب دور كبير جدا جدا، وبيشد انتباه الناس لثقافاتهم، هذا تورا علي تورا تغالي تورا يما تويوك جروب كي ذاته جروب كي قاعد يجي هدف ورغم ذلك نعيد دي تراثكو على يقولوا يا سولينا كده كده تلينا يبقى معناتها ما عندنا وسيلة عشان تقولوا كده حفظ تلاتة تقولوا تلي الإمارة عن طريق الإعلام غيرنا كده. وكلنا نتذكر حتى المسابقات اللي في أكوان دي مسابقات بلاكي ترى مسابقة ولوكوي وتكري ترى سكو إعلام بوكي على كده حفظ سلتك يعني. وهي قناة يوتيوب شانل بالأسف تقول الدكتورة زينب كانت تلعب دور كبير جدا جدا في موضوع من إعلام في كسر بقرا وخطنا طيبة و يعني كبقي هو صبح كل كلمة وإعلام إنجلاقي هناك. ويمكن حتى نحن في السودان من الحاجات اللي مقدر أنا شخصيا ما قادر أفهمها ذات أنا أعطوه ترون جلابات أنا تقنت لجلابات أنا تقنت لجديري، لكن حتى بعد الثورة لحد الآن ما برز وجه إعلامي برو ممكن يلعب دور كبير كان عايره. وبالتالي معناتها نجي لموضوع تايم عليكم أخونا محمد طاهر جرو بالي التعليم كي كي لأنه التعليم إعلامي برضو واحدة من مخرجات التعليم برلين. إن شاء الله يعني حلقة ممتعة أتمنى لكم جميعا، ونتأسف جدا إنه تأخرنا كثير كإدارة نحن في الحلقة، لكن الناس كانوا في ايموشنز كده من نفسيات يعني روتيا وكربينا وني تعني ما قادر نسيطر على الحالة الذهنية والنفسية. أوكي بس إنه جارينا الناس شوية فترة من الشهر نركض إن شاء الله سنعود بقوة. وفي نفس الوقت برضه من الأخوان أي مواضيع ذات الصلة بالثقافات والتراث عربي وجناعي حوار قليل ممكن في الخاص كي كوي بتجي بيجي الإدارة عشان ننزل وندرج ضمن البرامج الحلقات اللي هنا أتلي فحلقة كي وكي إعلام بري كذا هي يجوزني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الفاضل في جروب كرنيغا أنا قاعد جاتي فلا ساقير كان أعتذر أيوه الحقيقة اشتقنا لأصواتكم يعني هي يوم 31/5/2021 موافق 18 شوال 1442 هجري درجة أي عبد الرحمن أحمد يجي كده قادر وياك سكون أنا عنك كده أنا قدر أزيد رأسكم 100 سلام تسوون أنا عنك الحقيقة كردو كيا ثاني بدالي سمعت الأصوات اللي متعودين ثاني منا قوانين كبعندهم كيا تاندايا فكردو دور كردو جيمينجيني مبسوط يعني. فالتحية حقيقة للأخوان البلدي كابيسكم آخر المتأخرين أخونا أحمد طاهر جرم أستاذنا الكبير مربي الأجيال آدم نور أبو بردة أخونا صديق دلقي الحبيب سلفا أخونا العزيز هارون أسرم وحامد جربه طبعا كالعادة دائما يدخل يرسل خارطة الطريق للحلقات يعني أخونا محمد بكال سراج ناي تيجي ناي كان جاي كنا وني أنا سوسم وقت صارك تيجي وانا بس كوكا تيجي برضو بي رغم كي وكار كسبنا العيزة الحلقة طبعا بعنوان الإعلام حلقة 19 الإعلام بشتى أنواعه أساليبه وسائله وأثاره في قضايا الكيان عبر التاريخ نجد. حلقة يبدو لي إنه حلقة أوكي لأنها كبر مهمة يعني. أنا أتمنى إن شاء الله من الإخوان مشاركة قيمة لأنه إعلام جي يعني ناس بيقول لك إعلام ممكن يصنع نجم ممكن يصنع زعيم ممكن
ممكن يصنع مشروع فنان وإما هو ماركيز مينر. صناعة النجوم بشتى في شتى المجالات سوقها يلعب مدلين وكلنا يمكن نكيوتو جامعات الأسماء الرنانة اللي كنا هي سوقها بدري في بي بي سي خاصة تقولوا سنة تلقي لنا إذاعة بي بي سي تهتم بالدرجة الأولى ودول مستعمراتها السابقة من الأنجلوفون بحيث أنه تقول مثلا بي بي سي بريكة سري. فكلنا نذكر أسماءكم اللي تربط عندك بعد يمكن 20 سنة عندك كل عيدي غالي محمد عندك محمد الأزرق جميل عزر سامي حداد أيوب صديق هدى رشيد شقيقتين هدى وشنو يقدرون هدى رشيد المدفعي يعني زي ما أقول احنا حافظين نشراتهم يعني انا شخصيا كنت بقلدهم يعني لكن نشرات قالين ايه قلد يا جينا فكنا مدمنين اصواته كبدري ده كله لانه اعلام بيجو صناعي وكي اصوات ذاته هم كانوا جزء من الاعلام والاعلام وسيله الراديو كوره وبايرو عبر التاريخ كلام زاورو كي سيدنا كي قبل فترة احنا احتفلنا تولي ام بسكر تولي عملنا تكريم اخوتنا حوا كوندو فنانة قديرة فنانة شعبية حوا كوندو تورا جاي ما بقالي باقي سنة اعلان بقالي باقي كالاجي جيجيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن أحمد دي مراقل جيزي كيالي وكيالي مرحلة ويتالي كردو إعلام تكرة تالي إعلام وهنا حروق بلو نيرو إعلام صادق كردو تكرة تالي يعني حقيقة إعلام أمين عشان ما الناس ما يكتشفوا بكرة حاجة ثانية و كانوا جروب مختص جروب تقريبا بأمور الثقافة والتراث وكده ونحن نعتقد إنه أوكني يرجع لي ما تيجي أو أدي أوك أزمتني إنه أوكني بوكر إنه أوكني دي هرج هرو بروك إنه أوكني مار بيكير أوكني أوك ولا جو يا جماعة تو تورا دي كده جروب ده نرو فجروب ده جروب مختص بالثقافة وكيف عاداته وتقاليده يؤثر في حياتنا وفي الناس اللي حولنا حراوي تلين هي وإعلام كي واحدة من آليات كروي ما نحن نستخدمها للوصول إلى ذلك يعني برارين هي فجروب تلقي والتلقي كان عدني مدنيين وعسكريين مختصين زعماء عشائر إدارات أهلية طلبة باحثين كل الناس وكي يدري وناقي فليه ويمكن يدينا وصارت تجربته وفكره عشان يتلقي لأنه حسنا ما تلي بقدي في الغث والسمين في جروبات كثيرة جدا جدا ممكن تعتقد انك انت قاعد تخدم الكيان لكن في نفس الوقت ممكن تضر بطريقة غير مباشرة بلفانو احنا فكرنا انه هو يجي علماء وعايزين كواتي الى بدون عصارة تجربته نقدر نعكسها للناس اللي هو كويس عكس ذلك عشان نستفيد عنه ما ندخل في أي حاجة باسم الإعلام ده لأنه هو اللي تربيته تذكر ده راس من لخبة الكيمان وتي التصورة جيرا جودي يتيقو الصورة جيرا داري تري وجسد أكيد عايزة بردني يا ريت الناس يكون فعلا يعملوا حضور مميز ويكونوا محضر خير في الحلقة إن شاء الله ومشتاقين حقيقة نسمع أصوات ناس كتار غايبين فترة صغيرة رمضان وما بعد رمضان عيد وتلك البينة لكن الحياة تستمر رغم المرارات ورغم المآسي لكن الحياة ما بتوقف عند شخص معين كونك ترجع تعود سريع رغم المرارات ورغم الاثنين اللي كاين كي ذاته دور مهم والإعلام لعب دور كبير في الفترة الفاتة في إعادة يعني الأمور في نصابها في سوقها وتطيب الخواطر والنفوس ويراك النجاة وحنجيكم إن شاء الله في تسجيلات تانية في الطرف والحاجات وهو كغسي وبرد الناس كورو ما ماتوي كيالا أخونا حمد طاجر مواضيع
ولعب دور كبير جدا جدا يعني. وكيابا جوري كاين دا دور سيل دا ليبيا اللي كاين دا إعلام حربي كرا إعلام حربي قوارين يرا كله زقوا بيلعب دور كبير. يمكن كلنا في التاريخ عبر التاريخ عرفنا الصحابي حسان بن ثابت أيام بيرمنا يسرا يجينا كيلوري لكن هاكني فأعقوا تطارم ويماركوني ومي يسيري كيلي وكذلك الضرير الكفيف بشار بن بر وصف المعارك يعني توجيه معنى بين هنا يعني. وبقينا أن كرد توي في حاجة له في كل في شتى قضايانا يعني. أهلا وسهلا فيكم جميعا إخواني، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية وراجعين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.